وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمطار القاهرة الدولي فور وصوله في مستهل زيارة رسمية لمصر. وهذه الزيارات التي تعطي زخما للعلاقات بين البلدين والدولتين الشقيقتين. لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بمطار القاهرة الدولي، حيث كما تتابعون معنا هناك حديث ودي بين